السيسي في الإمارات للتشاور والتنسيق، وليبيا على طاولة المباحثات. قانون التظاهر خطوة مهمة نحو تحقيق دولة القانون. المناظرة الأخيرة بين ماكرون ولوبان، من سيحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية؟ حصاد الأخبار من أون لايف، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. يوم انقضى، هذه أهم ملفاته. تتسم العلاقات المصرية الإماراتية بأنها نموذج يحتذى به في العلاقات العربية العربية، سواء من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وغير ذلك أيضا، كما تتسم بالاستقرار والنمو والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكبار المسؤولين فيهما. وتأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية للإمارات لتؤكد على قوة هذه العلاقات. الرئيس السيسي في الإمارات، زيارة لها دلالاتها المهمة من حيث التوقيت والملفات التي يناقشها مع المسؤولين الإماراتيين على المستويين الثنائي والإقليمي. فأثناء لقائه بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكد السيسي أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تفرض تحديات كبيرة على جميع الدول العربية، ما يستلزم تضافر جميع الجهود العربية لتعزيز الأمن القومي العربي. من جانبه، جدد محمد بن زايد موقف بلاده الثابت بمساندة مصر على جميع المستويات، مؤكدا أن استقرار مصر هو استقرار للمنطقة برمتها، لما تشكله من عمق استراتيجي وتاريخي للعالم العربي. كما أشاد بن زايد بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة وإيجاد حلول ناجزة للأزمات التي تشهدها، فضلا عن جهودها الكبيرة في مكافحة الإرهاب والتطرف اللذين يستهدفان أمن واستقرار مصر والمنطقة برمتها. الزيارة تأتي بعد يوم من لقاء ليبي مهم جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقائد الجيش المشير خليفة حفتر، تم الاتفاق خلاله على البدء في عملية سياسية تنقذ البلاد من ورطتها. ولا يخفى على أحد ما تمثله ليبيا من أهمية لمصر واهتمام القيادة السياسية بالتوصل إلى توافق بين الأطراف المتصارعة هناك، والجهود التي تبذلها مصر والإمارات من أجل التوصل لحل ينهي النزاع الليبي ويعيد الاستقرار للبلاد بعيدا عن التدخلات الخارجية. زيارة هي الرابعة لدولة الإمارات العربية، تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والتفاهم بين الجانبين في مختلف القضايا. ويرى المراقبون أن علاقات البلدين تتسم بالخصوصية والاحترام المتبادل منذ نشأتها، وتملك من مقومات القوة ما يبقيها على قدر متانتها في المستقبل. للمتابعة والتحليل في هذا الشأن معنا عبر الهاتف دكتور مختار غوباشي، نائب مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار، أهلا ومرحبا بك. بداية، يعني هذه الزيارة، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات، يعني تسعى هذه الزيارة إلى بلورة موقف عربي موحد وخليجي مشترك لمواجهة الإرهاب وأيضا المخاطر التي تضر بالمنطقة. كيف ترى أهمية هذه الزيارة من وجهة نظرك؟ يعني وجهة نظري أن أهمية هذه الزيارة تأتي من خلال التنسيق المتبادل بين الجانب المصري والجانب الإماراتي فيما هو مرتبط بالكثير من قضايا المنطقة. يعني بالتأكيد القضية الليبية كانت حاضرة بقوة
أو هتكون حاضرة بقوة في هذه المباحثات باعتبار اللقاء المهم الذي جمع أخيرا أو الذي جمع أخيرا بين الجنرال خليفة حفتر وما بين فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، وده بيبقى تمهيد لربما إضافة أطراف أخرى سياسية، ربما يكون عقيلة صالح أحد الأطراف المنضمة، ربما خليفة الغويل، ربما عبد الله السني. إحنا بدأنا نحط إيدينا على بداية حل للمعضلة الليبية بأيدي عربية. نعم بالتأكيد الموقف الليبي هو ما يتصدر أو عنوان هذه الزيارة، ولكن ماذا عن العلاقات بين البلدين بين مصر والإمارات العربية من ناحية الاقتصادية على سبيل المثال؟ يعني بالتأكيد هي علاقات في غاية الأهمية، العلاقات التجارية ما بين الجانبين بصرف النظر عن لغة الأرقام، الإمارات لها استثمارات كبيرة وضخمة داخل مصر، مصر بتعول على الإمارات في كثير جدا من المشاريع الاستثمارية والاقتصادية المفترض أن تقام في مصر خصوصا بعد المحور الثاني لقناة السويس، لكن أنا وجهة نظري أن هذه الزيارة ذات طابع سياسي. ليست مرتبطة بالقضية الليبية فقط، ولكن مرتبطة بالواقع داخل الساحة السورية في ظل تقلبات الوضع اللي موجود هناك، بجانب القضية الفلسطينية اللي بدأت بدرجة أو بأخرى إحيائها عبر الوثيقة الخاصة بحماس، من الممكن أن تكون أخذت جزء من هذا الإطار، بجانب الوضع في العراق، بجانب الوضع داخل الساحة اليمنية، ومصر والإمارات هم شركاء مهمين من ضمن التحالف مع المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون. دكتور مختار، إذن كيف سيتم تناول القضية السورية؟ يعني على الأقل نقاش مفتوح حوالين هذه القضية، يعني إطار المفتوح مرتبط ب احنا بنجتمع في الأستانة 4، الطرف العربي ما زال غائبا كضامن في هذه المباحثات بخلاف الأردن الدولة العربية الوحيدة اللي حاضرة بصفة مراقب. هل هناك تنسيق مصري خليجي باعتبار وجود يد عربية في هذا الإطار من الحلول الأمنية أو الحلول السياسية؟ لأن خطورة الحلول الأمنية داخل الساحة السورية وخطورة ما يذاع من مناطق آمنة أو مناطق منزوعة السلاح أو مناطق هادئة، أخشى ما أخشى أن تكون سوريا في طي تقسيم مناطق نفوذ، مش عايز أقول تقسيم لأن دي كلمة مرعبة، داخل الساحة السورية. هنا محتاجة تنسيق كبير على مستوى عالي بين مصر وبين الخليج خصوصا. دكتور مختار، وأيضا في الحديث عن مكافحة الإرهاب، كيف سيتم تناول مكافحة الإرهاب وأيضا المخاطر الإيرانية التي ربما تواجه المنطقة العربية بصفة عامة؟ شوفي، إيران محور هام هتاخد جزء كبير جدا من هذه المباحثات. إيران متغلغلة في واقع عربي مؤلم، لها يد طولة في كثير جدا من الملفات، الوضع في سوريا اللي احنا أشرنا إليه، علاقتها بالحشد الشعبي والحكومة المركزية في بغداد، علاقتها بحزب الله داخل الساحة اللبنانية، موقفها مما هو حاصل في الساحة اليمنية وعلاقتها بالحوثيين. متصور ان ايران هتاخد جزء كبير جدا من هذه الملفات. الارهاب هو عنوان كل المباحثات. عذرا لضيق الوقت، نائب مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية كنت معنا، اشكرك. لمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام في هذا الشأن وتحديدا المسألة الليبية ومدى اهتمام لقاءات الرئيس السيسي في دولة الإمارات بشأنها، معي على الهواء مباشرة الدكتور محمد سلاك الكاتب الصحفي الليبي. أهلا بك دكتور سلاك، تحياتي. يعني ربما نقاط الاتفاق التي تم التوافق عليها بين حفتر والسراج يعني تبدو بشكل مبدئي يعني بارقة الأمل الحقيقية في الداخل الليبي والاعتماد على الجيش الوطني، لكن يبقى كذلك الدعم الخارجي. هل تعتقد أنه ما يحدث في الإمارات، الوجود المصري والوجود الإماراتي أيضا لمعظم الدول العربية في النهاية هناك تأثير بشكل أو بآخر، هل ترى أن الدور العربي قد يكون بالفعل داعما بشكل واقعي على الأرض بالنسبة للفرقاء الليبيين إذا جازت تسميتهم هكذا؟ مساء الخير وتحية طيبة لك ولكل مشاهدي قناة أون. فقط هو تصحيح بسيط، أنا يعني لا أحمل درجة الدكتوراه بعد،
فيما يتعلق بهذا الشق تحديدا في الآونة الأخيرة، يعني الدور العربي أصبح أكثر بروزا ويكون منصفا أكثر، سأقول دور القاهرة تحديدا بالتعاون مع تونس والجزائر وأيضا مؤخرا أبوظبي، أصبح هناك تقدم في الملف الليبي بعد سلسلة من اللقاءات المباشرة مع مختلف الأطراف الليبية الفاعلة على الأرض. كنا نتحدث عن اللقاءات التي تمت مع أعضاء مجلس النواب، اللقاءات مع السيد رئيس المجلس الرئاسي والمشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ومجموعة من أعضاء مجلس الدولة وحتى مجموعة من أعضاء المؤتمر الوطني العام وعدد من الكتاب والصحفيين الذين كنت أنا أيضا من بينهم، اجتمعنا مع اللجنة الوطنية برئاسة الفريق محمود حجازي. يعني هذا الجهد أسهم بشكل كبير في الوصول إلى النتيجة التي تابعناها بالأمس، اللقاء الثنائي بين المهندس فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي والمشير خليفة حفتر، وهذه الخطوة الأولية في طريق إذابة الجبل الجليد بين الطرفين، وقد ذاب بالفعل. رأينا اليوم كيف كانت أجواء اللقاء، كيف كان يعني حتى الحديث بينهم فيه ود وفي شكل من الحميمية بين الطرفين، وهذا أمر مبشر بإمكانية فك العقدة في المشهد الليبي والوصول إلى تسوية سياسية شاملة دون إقصاء لأي طرف يؤمن بالدولة الوطنية، مسألة غاية في الأهمية. أعود إلى هذه النقطة، لكن سؤالي عن الدعم العربي كان له ارتباط آخر الحقيقة، لأنه هناك الموقف الدولي، الآن هناك حالة من التوافق وهناك يعني حراك حقيقي يحدث في أبوظبي، من المقرر كذلك أن يلتقي الرئيس السيسي المشير خليفة حفتر اليوم في وقت لاحق، يعني تبدو الأمور ماضية في طريق جيد، لكن الإرادات الدولية ربما ليس الجميع يوافق على أن، أو بالتأكيد ليس الجميع يوافق على أن تستقر الأمور في ليبيا وأن يعود الهدوء إليها مرة أخرى، وبالتالي سنجد من يحدث الوقيعة، من يحاول أن يزايد أكثر، من يحاول أن يدعم أطرافا ليبية تخرج على أو يجعل هناك خلافا ليبيا بشكل أو بآخر. لذلك كنت أسأل عن قوة الدور العربي في تلافي ذلك، مدى تأثير العربي، لكن في النهاية الإرادة الدولية كيف تراها أنت؟ أقول لك يعني هو الغرب دائما براغماتي ينظر لمصالحه. الآن القلاقل في ليبيا من هجرة غير شرعية وانتشار السلاح وهذه الجماعات الإرهابية التي هي يعني بالمناسبة في قاب قوسين وأدنى من أن تزول على أيدي جنود بواسل استطاعوا أن هم يقضوا على هذه الكيانات السرطانية. هذا بالتأكيد ليس في مصلحة الغرب. إذا نظرنا إلى الموقع الجغرافي الليبي الحساس، ليبيا في موقع جغرافي مميز وحساس جدا، وبالتالي وجود كل هذه المشاكل داخل البلد يؤدي بطبيعة الحال إلى تضرر القارة العجوز، إذن ربما يدفعون باتجاه استقرار ليبيا، ليس حبا في ليبيا بالتأكيد ولا شعبها، أن هؤلاء لا يؤمنون بالعواطف وغيرها، ولكن حتى لا تنتقل هذه المشاكل إليه. يعني منذ أيام كان هناك تقرير يشير إلى تسلل عناصر من تنظيم داعش الإرهابي عبر البرنامج الأوروبي لعلاج جرحى القوات المسلحة إلى الدول الغربية، هجرة غير شرعية مستمرة، كل يوم هناك مهاجرين غير شرعيين. إذن المشكل الليبي أصبح يؤرقهم بشدة، وهذا الذي يعطي زخما للقضية الليبية ويجعل يعني هذه الدول دائما نجدها في اجتماعات متواصلة، وسواء تأتي هنا إلى القاهرة، يأتي المبعوث الأممي هنا إلى القاهرة، يذهب إلى أبوظبي ومنها إلى السودان رأيناه منذ أيام قليلة، ويذهب إلى روسيا ثم ينتقل إلى نيويورك. يعني المشكل الليبي أصبح يصدر القلق لهذه الدول، هذا جانب يعني نريد أن نستثمره، ولكن هذا لا يمنع أن أطرافا ربما تسعى إلى عدم الاستقرار في ليبيا. هناك حتى في الداخل الليبي هناك من يريد استمرار حالة الانقسام، الاحتراب بين الليبيين، لأنهم ينتفعون من استمرار الحرب والانقسامات، لأن لديهم يعني
نستطيع أن نقول أجندات بعيدة عن ما نهدف إليه من بناء دولة وطنية بمؤسساتها، بجيشها، بشرطتها، انتخابات وتداول سلمي على السلطة. هؤلاء يعني لديهم رؤى مختلفة تماما ويسعون لتطبيقها، ولكنها لا تلقى قبول في الداخل الليبي. تجد الأغلبية يريد دولة آمنة مطمئنة، ويريد دستور، ويريد جيش، ويريد شرطة، ويريد أمن، ويريد أمان عن القوى الداعمة. لذلك سألتك عن الضمانات، عن محاولات الطمأنة، من يستطيع أن يفعل ماذا؟ يعني هناك دور لدول الجوار كما ذكرت، في مقدمتها مصر، أضف إلى ذلك تونس والجزائر لأنها دول فاعلة، الأمور تمتد إلى مصلحتها يعني بطبيعة حكم الجوار. لكن دعنا أيضا نتحدث عن هل المجتمع الدولي، وأنت تتحدث عن أطراف تريد وأطراف لا تريد، لكن في النهاية من سيحدث الفارق؟ الفارق سيحدث حينما يتم رفع الحظر على السلاح في ليبيا، حينما يتم دعم والالتفاف حول قوة وطنية واحدة هي الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. يعني هذه هي الأمور التي على الأرض، ومن ذلك تستطيع أن تمضي في تسوية سياسية حقيقية. ترى أي طرف يستطيع أن يفرض هذه الضمانات؟ الأطراف التي تستطيع فرض هذه الضمانات هي الأطراف التي تجتمع الآن. يعني نحن نتحدث عن السلطة السياسية المعترف بها دوليا، المجلس الرئاسي برئاسة السيد فايز السراج، وكذلك القوات المسلحة بقيادة المشير حفتر، يعني يستطيعون معا أن يصنعوا الفارق إذا حدث توافق بين الطرفين، ويعني تجاوزنا بعض النقاط الخلافية واستطعنا أن نصل إلى صيغة تفاهمية نبني من خلالها على ما هو آت، يعني سيكون هناك حل في القريب العاجل. الأمور ستستتب بالتأكيد عندما يحدث توافق بين كل القوى السياسية ووحدة المؤسسات انصهارها مع بعضها البعض، إنهاء حالة الاستقطاب، وأيضا المصالحة الوطنية. هذه مسألة غاية في الأهمية، كل هذه الأمور التي تدفع باتجاه الاستقرار. بالتأكيد أيضا مكافحة التنظيمات الإرهابية، وهي ليبيا ليس هناك بيئة حاضنة لهذه الجماعات في ليبيا كما هو الحال في دول أخرى ولن أسميها. يعني هذه الجماعات منبوذة، مكروهة، لا لن تجدها إلا في يعني تحت الأرض وتختبئ في الجبال وغيرها. استغلت هي حالة الفوضى، استغلت حالة الانقسام وغياب الدولة لتتمركز في بعض المدن، والآن طردت منها. الآن يعني داعش انتهت في شرق البلاد وانتهت في وسطها في سرت، يعني قدمت تضحيات كبيرة في مقابل ذلك، ولكن هذا الكيان الشيطاني لن يجد موطئ قدم في ليبيا. سيعود يعني من جديد، سيفر، وبعضهم سيفر وبعضهم سيلقى القبض عليه، ولن تكون ليبيا أبدا يعني حاضنة لهذا الكيان. نعم، هذا مرفوض يعني تماما في النهاية لن، وهناك من هم على استعداد لتقديم أرواحهم دائما ل، نعم، لن يصح إلا، نعم، الصحيح في النهاية، ويعني سعيا إلى استقرار أيضا الأمور بالتأكيد في الجنوب الليبي بالمزيد من تحقيق الانتصارات للجيش الوطني الليبي. سيد محمد، شكرا جزيلا لك. محمد أسلاك، الكاتب الصحفي الليبي. إذن مشاهدينا الكرام، حصاد الليلة ما يزال مستمرا، وفيه بعد قليل. قانون التظاهر خطوة مهمة نحو تحقيق دولة القانون. أهلا بكم من جديد، وإلى ثاني ملفات حصاد الأخبار. وهذا الملف مشاهدينا الكرام سوف يكون عن قانون التظاهر، الذي بصدده أصدر رئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لعام 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. هذه التعديلات لقيت ترحابا من قبل كثير من المتابعين، ارتأوا فيها إعلاء لتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية، كما أنها تلبي إلى حد كبير رغبات الشباب وربما أيضا مطالب القوى السياسية.
وللمزيد من المتابعة معنا على الهواء مباشرة الأستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية. سيد سعيد، بداية كيف ترى قرار الرئيس السيسي بتعديل بعض أحكام قانون الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية؟ قرار السيد الرئيس لا شك أنه استجابة لمطلب شعبي وحكم محكمة دستورية، وأقر البرلمان هذا الحكم وقام بالتعديل بناء على حيثيات وردت في حكم المحكمة الدستورية، والسيد الرئيس أقر هذه التعديلات. ومن ثم نحن الآن أمام قانون تظاهر إن حاز إلى حق المواطنين في مجرد اختيار الجهات الإدارية برغبتهم في التظاهر، حيث أن هذه المادة تحديدا كانت مسار اعتراضات كثيرة من بعض الشباب وبعض الراغبين في التمتع بحقهم في التظاهر. فلا شك نحن على الطريق لأن نكون لدينا قانون للتظاهر يتفق والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأيضا الحقوق التي أقرها الدستور المصري. سعيد، كانت هناك تعديلات، من أهم التعديلات التي أدخلت على بعض أحكام القانون 107 لسنة 2013، كيف ترى أهم هذه التعديلات؟ أهم هذه التعديلات المادة 10 فيما يتعلق بالإخطار، حيث القانون بنصه القديم كان يمنح بعض الصلاحيات الواسعة لجهة الإدارة ووزارة الداخلية ومدير الأمن في المحافظات بإلغاء أو منع التظاهرة إذا ظهرت دلائل جدية، ومن حق الجهة الإدارية الممثلة في وزارة الداخلية ومدير الأمن أن يمنع التظاهر. وجاء حكم المحكمة الدستورية ليقول أن الحق يجوز تنظيمه ولا يجوز تقييده، ومن ثم فإن التظاهر حق من حقوق الإنسان المدنية والسياسية. فهنا غلت المحكمة الدستورية يد الجهة الإدارية عن التمتع بصلاحيات في الاعتراض على التظاهرة أو منعه، وطلبت من أو أوكلت إلى الجهة الإدارية إذا كان لديها رغبة أو دلائل جدية بمنع التظاهرة أن تلجأ الجهة الإدارية هي إلى القضاء، عكس النص القديم الذي كان يعطي للمتظاهرين أنفسهم حال الاعتراض على تنظيم التظاهر أن يلجأوا إلى القضاء. فهنا المحكمة الدستورية والمشرع الدستوري وقرار رئيس الجمهورية قال صراحة أن وزارة الداخلية تتلقى الإخطار وليس من حقها منع أو تأجيل التظاهرة، وإذا كان لديها أسباب ودلائل جدية تذهب وزارة الداخلية أو من يمثلها إلى القضاء الإداري لتقديم الأسباب الجدية لمنع التظاهر. وده لا شك طبعا يتفق وجوهر الحق في الاجتماعات والتظاهر السلمي. إذن أستاذ سعيد، كيف ترى ردود الأفعال على هذه التعديلات، وهل برأيك جاءت متأخرة؟ ليست متأخرة، لأنه القانون صدر عام 2013 وقام بعض المواطنين بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، وأصدرت المحكمة الدستورية حكمها في ديسمبر 2016 يعني من 4 شهور. ثم طبقا للقانون قام مجلس النواب بتعديل النص المادة 10 ووافق عليه بالإجماع، ثم أرسل بعد التعديل إلى السيد رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم قام رئيس الجمهورية. نحن نتحدث عن 4 شهور فقط منذ حكم المحكمة الدستورية حتى التصديق على القانون، فأنا أعتقد أنها مدة ملائمة وليس بها تسويف أو تأجيل، بالعكس أنا أرى أنها مدة مناسبة جدا لاحترام أحكام المحكمة الدستورية ولاحترام الرغبة الشعبية ولاحترام الاتفاقيات الدولية التي كفلت الحق في التظاهر طبقا للقانون المصري. طيب أستاذ سعيد، هذا القرار يلغي حق الأمن في منع التظاهرات، إلى أي مدى تؤسس هذه التعديلات لإعلاء دولة القانون واحترام القضاء؟ يعني التوازن بين حق الدولة في حماية المجتمع وأمن المواطنين وبين حق المواطنين في ممارسة حريتهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بينهما شعرة، هذه الشعرة تحكمها
قوانين تتفق وروح القانون الدولي. مصر دولة ذات سيادة لديها التزامات دولية ممثلة في توقيعها وتصديقها على اتفاقيات دولية خاصة بحقوق الإنسان، ومن ثم إذا كان هذا الحكم وهذا التعديل يتفق والتزامات مصر الدولية باعتبارها دولة ذات سيادة دبلوماسياتها المصرية ناجحة في المحافل الدولية وتتبوأ مناصب في مجلس الأمن وفي المؤسسات الدولية والأمم المتحدة، فأنا أعتقد أن ده يتفق، ودور مصر حتى باعتبارها عضو في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، فأعتقد أن دولة بهذا التاريخ وبهذه المناصب يجب أن تكون قوانينها تسمح لا تتعارض ابدا مع التزاماتها امام المجتمع الدولي. فانا ارى انه يعني حكم المحكمه الدستوريه اصاب صحيح القانون، التزام مجلس النواب بسرعه تعديل نص الماده العاشره طبقا لحكم المحكمه الدستوريه ثم سرعه استجابه رئيس الجمهوريه بالتصديق، انا اعتقد نحن امام دوله تحترم التزاماتها القانونيه وتحترم حتى قواعدها الدستوريه والقانونيه ومجلس وتدرج اتخاذ القرارات في مجلس النواب. طيب إلى أي مدى تلبي هذه التعديلات رغبة الشباب ومطالب القوى السياسية، وما هو وقع هذه التعديلات على القوى السياسية؟ أنا أعتقد إنه الصورة الذهنية عند بعض الشباب أو من يرغب في التظاهر يعني قبل أن يضع نصب أعينه خصمه إذا كان يعني مجازا أنه يطالب ببعض المطالب الفئوية أو الطلابية أو الشبابية، فأنا أعتقد أن أي تظاهرة الصورة الذهنية في مصر أن الصورة الذهنية تقول أن الخصم للتظاهرة بالضرورة هي وزارة الداخلية باعتبارها هي اللي بتنظم عمل التظاهرة وتعترض عليها أو تمنح. فإذا كان حكم المحكمة الدستورية وتعديلات مجلس النواب وقرار رئيس الجمهورية جعل من وزارة الداخلية حامية للتظاهرة ولا يجوز لها أن تتدخل وتتخذ قرارات سياسية بالمنع أو التأجيل، أنا أعتقد أنه ده يعني يجد هوى لدى الراغبين في التمتع بحقهم في التظاهر، وما فيش أي دولة في العالم هناك تظاهرة تخلو من تأمين من قبل وزارة الداخلية. أصبح الآن وزارة الداخلية المصرية شأنها شأن باقي الوزارات الداخلية في كل دول العالم، تنظم المظاهرة وتحميها وتوجهها وتلتزم بالقانون ولكن لا تتدخل في أهداف التظاهرة أو منعها أو تأجيلها. نعم أستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، أشكرك. حصدنا مستمر ونتابع فيه بعد قليل. ملفنا الأخير لهذه الليلة، المناظرة الأخيرة بين ماكرون ولوبان، من سيحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية؟ أهلا بحضراتكم من جديد. أيام قليلة ويحسم اسم ساكن الإليزي الجديد بين مرشح الوسط إيمانويل ماكرون ومنافسته ماري لوبان مرشحة اليمين المتطرف، ولكسب المزيد من المؤيدين عقد المرشحان الرئاسيان مناظرة تلفزيونية أخيرة قبل الجولة الحاسمة من الانتخابات المقرر لها الأحد المقبل. في هذه المناظرة تبادل الطرفان العديد من الاتهامات خلالها وتناولت ملفات عدة أبرزها بطبيعة الحال الملف الاقتصادي، كذلك أبرزها الإرهاب والتربية وأوروبا، في ظل توقعات بأن تكون الجولة المقبلة من الانتخابات الفرنسية مصيرية في تحديد كل تاريخ فرنسا مستقبليا. قبل أيام على الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية اتجهت أنظار الفرنسيين ومعها العالم إلى المناظرة التلفزيونية الأخيرة التي جمعت الليبرال الرأسمالي إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتشدد ماري لوبان، وكما هو متوقع فقد شهدت المناظرة التي تابعها قرابة 15 مليون فرنسي نقاشا حادا حول العديد من القضايا وعلى رأسها فرض الضرائب. اليورو عبء على فرنسا، قد ألجأ إلى فرض قيود على سحب الأموال لبضعة أيام إذا حدث تهافت على سحب الأموال من البنوك. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم سيكون لديها الدعم الكامل، كما أن فرض الضرائب سيجعل فرنسا مزدهرة. بدوره صعد ماكرون لغته ضد منافسته قائلا إن استراتيجيتها تقوم على الأكاذيب. إنني صادق فيما أقول، الشعب الفرنسي من الراشدين وأنا لا أكذب عليهم بشكل دائم،
مشروع لوبين وخطتها غير علنية، ومنها زيادة الضرائب بشكل سري وزيادة الديون، وبطبيعة الحال فالشعب الفرنسي هو من سيدفع الثمن. المواجهة بين لوبين وماكرون هي مواجهة بين أيقونتين ورمزين، فلوبين تتهم ماكرون بأنه مقاول بلا هوية وناطق باسم مصالح العلماء، وتقدم نفسها على أساس أنها تدافع عن المهمشين، بينما ماكرون يتهم لوبين بأنها تجسد حركة مناوئة لمصالح فرنسا ومهووسة بالانعزالية. وفي العموم يمثل ماكرون صورة فرنسا التي تستقبل الهجرات وتدعم العولمة والتكتل الدولي، فيما تمثل لوبين صورة فرنسا صاحبة المشروع الوطني الخاص بها والتي تسعى إلى حماية هويتها وحدودها. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من باري دكتور أحمد يوسف، الكاتب الصحفي وخبير الشؤون الفرنسية. دكتور أحمد، بداية حدثنا عن استطلاعات الرأي الأخيرة فيما يخص كل من المرشحين وفرصهم في الجولة الثانية، وخاصة بعد تبادل العديد من الاتهامات أثناء المناظرة. يعني قبل ما أرد على سؤال حضرتك خليني أقول لك إن أنا شفت أكثر من 5 انتخابات رئاسية في فرنسا في 30 عاما الأخيرة. دي أعنف مناظرة انتخابية، وفي الخشونة وفي الهجوم الشخصي وفي الدخول في تفاصيل ربما لا تفيد كثيرا الفرنسيين بقدر ما يعني ما أظهرت للفرنسيين بشكل عام أن هذه المرة فرنسا على المحك، وأن كما قال السيد إيمانويل ماكرون في أحد دفاعاته أمام السيدة ماري لوبان أنها لو الفرنسيون انتخبوها رئيسة للجمهورية فسوف تخرج فرنسا من التاريخ. لماذا برأيك، عفوا دكتور أحمد، لماذا برأيك هذه الانتخابات هي الأعنف؟ لأن الموقف الاقتصادي الفرنسي الداخلي في غاية الصعوبة، ولأن موقف فرنسا داخل المجموعة الأوروبية في غاية الصعوبة. الاتحاد الأوروبي مهدد، إذا خرجت منه فرنسا فسوف تخرج أوروبا كلها من التاريخ، والفرنسيون لا يعرفون بالضبط كيف يفعلون من أجل حل مشكلة عصية على الحل كمشكلة البطالة على سبيل المثال، أو مشكلة الضرائب، أو مشكلة المعاشات، أو مشكلة التعليم. ربما نحن في بلاد العالم الثالث نتطلع إلى هذه الدول ونقول لأنها فرنسا تعاني من هذا، فماذا نحن يعني نفعل في بلادنا؟ في الواقع أن الفرنسيين لأنها يعني دولة ديمقراطية كبيرة، لا، فالمواطن الفرنسي يعطى حرية الاختيار في البرنامج الذي سوف يرشح بناء عليه الرئيس القادم. لكني أحب إذا سمحت لي أن أرد على سؤالك في مسألة الشعبية. يعني أجرت عدة مؤسسات استطلاع الرأي بعد انتهاء المناظرة منذ حوالي يعني نصف ساعة بالتقريب من الآن، وأظهرت استطلاعات الرأي أن 63% من الفرنسيين يرون أن السيد إيمانويل ماكرون كان أكثر إقناعا من السيدة مارين لوبان التي بدت أكثر عدوانية. من الطريف أن أحد يعني علماء النفس التي استضافته أحد القنوات الفرنسية قال أن السيدة مارين لوبان كانت تعرف أن هذه معركة خطيرة بالنسبة لها، ولهذا أرادت أن تحول المناظرة إلى نوع من الترامبيزيشن، يعني على طريقة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، أنها تضرب تحت الحزام حتى تبدو أقوى من خصمها رغم أنها تعرف أنها لم تكسب هذه الانتخابات. طيب دكتور أحمد، في الحديث عن العرب فهم يمثلون قطاع كبير في فرنسا، ومن خلال متابعتك للأحداث وأيضا الجولة الأولى، لمن سيصوت العرب في الجولة الثانية؟ يعني خليني أقول لك، يعني كان هناك انطباع سائد أن العرب سيعطون أصواتهم للسيدة للسيد إيمانويل ماكرون، ولكن بعد مناظرة اليوم أنا أعتقد أن يعني ليس فقط العرب بل العرب واليهود والمترددين سوف يكون يعني أصواتهم للسيد إيمانويل ماكرون، لأن السيدة مارين لوبان كانت في المنتهى العدوانية، ويعني أنا أرى أنها هي التي جعلت منه رئيسا اليوم. دكتور أحمد يوسف، كنت معنا من باريس، أشكرك. مشاهدينا، مرشحان رئاسيان اثنان فقط هما من صمد في السباق الرئاسي الفرنسي، لكن بوجهتي نظر وسياستين مختلفتين تماما، تتراوحان بين سياسة حمائية معادية للعولمة وسياسة أخرى منفتحة على العالم ومؤيدة للتبادل الحر.
هذه الاختلافات والبرامج الانتخابية للمرشحين مرت بعدد من الفروق، وبسمة سعداوي سوف تشرح لنا أهمها. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إيمانويل ماكرون وماريا لوبان مرشحان يختلفان في كل الرؤى تقريبا، فالأول هو مرشح مستقل ومؤيد للمشروع الأوروبي، أما الثانية فهي مرشحة يمينية مناهضة لأوروبا واليورو والهجرة وغيرها. وفيما يلي مشاهدين عرض لأهم نقاط الاختلاف في برنامجي المرشحين. أولا كما نشاهد على الشاشة في النظرة للعلاقات الأوروبية، ماكرون تتبلور نظرته حول ميزانية وبرلمان منطقة اليورو وتنظيم انتقال العمال من دول الاتحاد الأوروبي إلى فرنسا، أما لوبان فتركز على الخروج من الاتحاد الأوروبي وإيقاف تنقل العمال الأوروبيين بين دول الاتحاد. ثانيا النقطة الثانية التي تشهد العديد من الاختلافات ما بين رؤية المرشحين، الهجرة. ماكرون يدعو لتقنين أوضاع المهاجرين والنظر في طلبات اللجوء، فيما تدعم لوبان تعليق الهجرة الشرعية وطرد غير الشرعيين وتجديد شروط اللجوء وإلغاء منح الجنسية لغير المواطن الأصلي. الخلاف مشاهدين امتد أيضا إلى الحياة الاجتماعية، إذ ينادي ماكرون بإشراف الدولة على أنظمة التقاعد ومعاشات البطالة، وبالمقابل ترى لوبان إلغاء قانون العمل الحالي وعودة سن التقاعد إلى سن 60 عاما. وفرص العمل كان لها جانب أيضا في الاختلافات، فيؤيد ماكرون إلغاء 120 ألف وظيفة رسمية ما عدا المستشفيات وتوفير 10,000 وظيفة شرطي و4 إلى 5,000 وظيفة مدرس. بالمقابل مشاهدينا تؤيد لوبان زيادة عدد موظفي الدولة والمستشفيات وتقليص عدد موظفي الجمعيات المحلية واستحداث 21 ألف وظيفة في الشرطة والجمارك. جانب الحريات مشاهدينا، توجهات ماكرون السياسية تدفعه لرفع الشعار الحريات مكفولة للجميع، فيما توجه لوبان المحافظ يدفعها للتضييق على الإعلام، إغلاق المساجد المتطرفة، منع الحجاب في الأماكن العامة. أما أخيرا الضرائب، يرى ماكرون اختبار الاقتطاع الضريبي وإعفاء 80% من الأسر من ضريبة السكن وإلغاء ضريبة الثروة المالية وإبقاء العقارية. أما اليمينية لوبان فتؤيد إلغاء الاقتطاع الضريبي وخفض ضريبة الدخل ب 10% على الشرائح الفقيرة. مشاهدينا كان هذا استعراضا حول أبرز نقاط الاختلاف حول ماكرون ولوبان. أشكركم شكرا جزيلا على حسن وطيب المتابعة. شكرا جزيلا لك بسمة سعداوي. إذا مشاهدينا الكرام نزال في نفس الموضوع، لكن مزيد من التفاصيل سوف يتابعنا بها الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. دكتور أيمن أهلا بك. يعني الحقيقة منذ دقائق قال دكتور أحمد يوسف وهو مقيم بفرنسا منذ ربما نحو 30 عاما أو ما شابه، يعني هو ارتأى أن مارين لوبان أهدت الرئاسة إلى إيمانويل ماكرون بمحاولاتها أن تحول الأمور أو أن تشخصن الأمور، أن تحولها إلى حلبة للصراع وليست مناظرة سياسية بشكل أو بآخر، وإن كان يعني الأمور كان لديها بعض النقاط، قالت إنه ليس لديه خطة لمواجهة الإرهاب مثلا، تحدثت عن أنه هو يمثل اقتصاد العولمة وتوحش هذه العولمة والاقتصاد وغيره. يعني أنت ترى أنه يعني هل بالفعل ماكرون تفوق في هذه المناظرة أم لا؟ أنا أتصور أن ماكرون تفوق في بعض المحاور المتعلقة بالاقتصاد عموما، سواء فيما يتعلق بالضرائب أو خلق الوظائف أو حتى قضية اليورو كعملة، في حين مارين لوبان كان أداءها أفضل بكثير فيما يتعلق بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، بضرورة تجديد الحراسة على الحدود، بدعم الشرطة، بالتعامل مع خطر الإرهاب.
وبالتالي اعتمدت مارين لو بان على تكنيك تعميق الخوف لدى الفرنسيين من خلال أن ماكرون سوف يكون ولاية ثانية للرئيس الحالي أولاند، وبالتالي لن يحدث شيئا جديدا. هي قالت طوال المناظرة أنت كنت وزيرا للاقتصاد، أنت كنت مستشارا لدى الرئيس أولاند، ماذا فعلت خلال 4 سنوات كنت فيها في قصر الإليزي وفي الحكومة الفرنسية، وقالت ماذا سيحدث، ما هو الجديد عندما تأتي إلى سدة الرئاسة. على الجانب الآخر كان اتهام ماكرون للوبان بأنها غوغائية وأنها تكذب، وأنا استغربت على استخدام هذه الألفاظ في مثل هذه المناظرة. أنا كنت أتوقع أن تكون المناظرة يعني أكثر رقيا مما هو يعني عليه الحال، لكن واضح أن هذه المناظرة تكشف أزمة فرنسا وأزمة الفرنسيين. في الواقع هي تكشف انقسام كبير جدا في المجتمع الفرنسي، تكشف أن كلاهما ليس هو الخيار الأفضل للشعب الفرنسي. في اعتقادي يقول للفرنسيين أو غالبيتهم ربما كان يتمنى أن يكون هناك شخصا آخر غير كلاهما. لكن في آخر 20 سنة المناظرة الأخيرة مثل هذه المناظرة لم تغير نتيجة ما بعد إلى ما كانت عليه ما قبل، وبالتالي لا يتوقع أن هذه المناظرة تغير من وجهة نظر للفرنسيين في مارين لو بان أو في ماكرون. في الغالب في اعتقادي ماكرون سوف يتفوق على لو بان بحوالي 60% مقابل 40%. نعم. حتى لو خسر في بعض النقاط أو خسر في بعض المحاور، احتمالية أن يخسر لا تزيد عن 2 أو 3% من الأصوات التي كان حصل عليها قبل هذه المناظرة. طيب دكتور أيمن، يعني بالفعل قبل هذه المناظرة هناك تقدم نحو 20 نقطة لماكرون، وبعد هذه المناظرة كما علمنا النسبة تماثل تقريبا ما قلت عنه، ربما أكثر من 60% من المتابعين الفرنسيين للمناظرة ارتأوا أنه ماكرون تفوق. لكن دعني أضع يدي على نقطة هنا، وربما يعني سمعنا هذا الكلام من قبل منذ أشهر الحقيقة، مع اختلاف الشعب الفرنسي عن الشعب الأمريكي، ومع اختلاف السياسة، ومع اختلاف المرشحين والاتجاهات، لكن في النهاية ربما عنصر المفاجأة، يعني هناك نوع من التشابه في السيناريو. الشخص الأكثر احتدادا ربما أو الأكثر وضوحا، وليس الذي يمسك العصا من المنتصف، وليس مع استطلاعات الرأي، ألا ترى أن هناك فرصة، خاصة أن ترامب تحدث عن لوبان وربما توقع أن تفوز بشكل أو بآخر، ألا نتوقع سيناريو المفاجأة بنسب أكبر؟ في اعتقاد المفاجأة في الانتخابات الفرنسية أقل حظوظا مما كانت عليه بين ترامب وهيلاري كلينتون. لماذا؟ لأكثر من سبب. السبب الأول أن الشعب الفرنسي يختلف عن الشعب الأمريكي كثيرا. عاد لو نظرت إلى نتائج الجولة الأولى تجد أن هناك التفوق واضح لليمين، إذا حسبت إجمالي أصوات اليمين والوسط تجدها أكثر بكثير مما هو عليه في أقصى اليسار. هذا الأمر لم يكن مطروحا في الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الآخر وهذه النقطة المهمة أن الفارق بين ماكرون وبين لو بان 20 نقطة، لكن في استطلاعات الرأي مثلا في يوم 8 نوفمبر يوم الانتخابات الأمريكية كانت تقول هناك تقارب، وأن هيلاري كلينتون تتفوق على ترامب ربما بأربع نقاط أو 5 نقاط، كلها قد تأتي في إطار يعني هامش الخطأ. وإذا نظرت حتى للانتخابات الأمريكية استطلاعات الرأي أخطأت لكنها لم تخطئ كثيرا. هيلاري كلينتون فازت في التصويت الشعبي، هي حصلت على حوالي 63 مليون صوت، لكنها خسرت في المجمع الانتخابي حوالي 60 مليون صوت لترامب، وبالتالي حتى الخطأ يعني كان خطأ قريبا. لكن لا يمكن تكرار هذا الأمر في 20 نقطة. لكن هناك أمرين قد يحدثان المفاجأة. الأمر الأول يتعلق بالمترددين، خصوصا أن المرشح اليساري لم يوجه أنصاره إلى التصويت إلى ماكرون، يعني حتى الآن اليساريين لم يحسموا أمرهم للتصويت لمن. الأمر الآخر أن ماكرون ربما هدد النخبة السياسية الفرنسية بتصريح في اعتقاده هو الأخطر. هو قال أنه سوف يجهز نخبة سياسية جديدة وأعضاء جدد للدخول في الانتخابات البرلمانية التي سوف تبدأ في يونيو القادم. من قبل هذا التصريح اليسار واليمين ربما قال ليأخذ ماكرون
ماكرون الرئاسة ونأخذ نحن الجمعية الوطنية أو البرلمان. لكن بعد هذا التصريح في اعتقادي الحشد في الشارع، الحشد في المؤسسة، سواء المؤسسة الاشتراكية اليسارية أو المؤسسة المحافظة الدولية الجمهورية، لن تكون بنفس القوة وبنفس الحماسة لصالح ماكرون. طيب، مع كل التحليلات السياسية ومع الإغراق في السياسة في كل الانتخابات وكل التاريخ الانتخابي، ليس الفرنسي فقط لكن لمعظم الدول، الذي يكسب في النهاية من يستطيع أن يوفر خطة اقتصادية أفضل، وعودا اقتصادية حتى وإن لم تكن قابلة للتطبيق بشكل رائع، لكنها وعودا اقتصادية ربما تبعث الأمل في نفوس الناخبين. كذلك الأمن تحديدا، نتحدث عن النقطتين، أي طرح في النقطتين يبدو أفضل؟ ربما هاتان النقطتان هما ما ستحسمان الانتخابات الفرنسية بعد 4 أيام، يعني لم يتبقى الكثير، نحو 96 ساعة، الأمن والاقتصاد. يعني أنا أتفق معك تماماً أستاذ محمد، أنها يعني هاتين النقطتين هما الفيصل بالنسبة للناخب الفرنسي. ربما في اعتقادي كلاهما ينغص الحياة الفرنسية. نحن شاهدنا منذ نوفمبر 2015 تفجيرات باريس، ثم جاءت تفجيرات 2016 وعملية الدأس، وآخرها العملية التي حدثت في الشانزليزيه، وبالتالي معيار الأمن أخذ وقتاً حتى كبيراً في المناظرة. أنا في اعتقادي مارين لوبان كسبت في هذا المحور بالتحديد، هي قدمت رؤية كاملة. نعم، رؤية تقوم على الانزواء والاكتفاء على الذات وعدم التفاعل مع الآخرين سواء في أوروبا أو في العالم، لكنها في اعتقادي كانت الأقرب إلى الفرنسيين، لأن آخر استطلاع للرأي جرى بين أعضاء الشرطة الفرنسية، أكثر من 78% من العاملين في الشرطة قالوا أنهم يؤيدوا طرح لوبان. أما فيما يتعلق في الاقتصاد، فأنا في اعتقادي أن ماكرون كان أوضح باعتباره رجل اقتصاد، لكن نقطة الضعف الوحيدة عند ماكرون هي الفترة التي عمل فيها كوزير اقتصاد ومستشار عند الرئيس أولاند. الآن البعض يشكك فيه. لكن تبدو الذاكرة الشعبية ربما يعني الوعود دائما يعني ضعيفة. لكن الوعود تكون أكثر وقاية أو ربما أكثر تأثيرا في نفوس الناس. شكرا جزيلا لك دكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية. إذن مشاهدينا الكرام، انتهى حصاد ليلى، لم يتبقى فيه تذكرة بأهم العناوين. السيسي في الإمارات للتشاور والتنسيق، وليبيا على طاولة المباحثات. قانون التظاهر خطوة مهمة نحو تحقيق دولة القانون. المناظرة الأخيرة بين ماكرون ولوبان، من سيحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية؟ نهاية الحصاد الأخبار. شكرا لكم، في أمان الله. We'll be right back.